يتساءل الكثيرون، لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وليس كن فيكون؟ وهذه القصة ليست من نسج الخيال ولا قصصا تروا ليتسلى به البشر، بل لتكون عظة وعبرة لهم ليتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. حصل في أرض الواقع وحدث في قديم الأزل، وكل ذلك كان بقدر الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ القصة من البداية. الله خالق كل شيء. يبين الله تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا أراد أمرا فإنه يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لكن لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام وليس كن فيكون؟ فالحكمة في خلقه في ستة أيام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما أخبرنا جل وعلا في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقد ذكر العلماء رحمهم الله إن الله خلقها في ستة أيام ليعلم عباده عدم العجلة في الأمور وأن يتدبروها ويعقلوها، فربهم الذي يعلم كل شيء وهو القادر على كل شيء لم يعجل في خلق السماوات ولا في خلق الأرض، بل جعلها في ستة أيام، بل نظمها ودبرها أحسن تنظيما وأفضل تدبير، ليعلم عباده الإتقان في الأمور وعدم العجلة فيها. فقد جعلها الله منظمة مدبرة في أيام معدودات ليعلم عباده كيف يعملون وكيف ينظمون أمورهم. فمن المكرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء، وقدرة سبحانه وتعالى ليس لها حدود، فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ومنتهي الأمر والقضاء، وإذا أراد شيئا كان كما أراد وفي الوقت الذي يريد وبال الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى، فما من أمر يفعله الله إلا وله حكمة فيه بالغة. وهذه الحكمة قد يخبرنا الله تعالى بها وقد لا يخبرنا بها. فقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل إذا هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والإتقان والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته سبحانه وتعالى للملائكة شيئا بعد شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إن الله قادر على أن يقول لها كن فتكون، ولكن أراد سبحانه وتعالى أمرا، أحدها أنه يوقع في كل يوم أمرا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، والثاني أنه التثبت في تمهيد ما خلق آدم وذريته قبل وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة، والثالث أن التعجيل أبلغ في القدرة والتثبت أبلغ في الحكمة، فأراد إظهار حكمة في ذلك كما يظهر قدرته في قوله تعالى كن فيكون. والرابع أنه علم عباده التثبت، فإذا تثبت من لا يزل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. والخامس أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق، وبناء على ما سبق اتضح أن الله جلت قدرته وعظم سلطانه له مطلق القدرة ومنتهى الإرادة وكمال التصرف والتدبير، وله في كل خلق من خلقه حكم بليغة لا يعلمها إلا هو سبحانه. وكذلك اتضح لك بعض الحكم والأسرار في خلق المولى سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر سبحانه أن يخلقها بكلمة كن. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.